إسلام ويب تقدم سير ملهمة. والي المدينة جعفر ابن سليمان يأذن لحاجبه بإدخال إمام دار الهجرة عليه. يدخل الإمام فيبادره الوالي غاضباً والشرر يقدح من عينيه. ما لك تؤلب الناس على أمير المؤمنين وتطعن في بيعته؟ الإمام: لم أفعل. ولماذا تحدث الناس بحديث ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق؟ وماذا في هذا؟ إنما أردت أن طلاق المكره لا يقع. ولكن التحديث به وقت الفتن يعني أن بيعة الشخص المكره لأمير المؤمنين لا تقع أيضا، وهذا يعني أنك تطعن في بيعة الكثيرين لأمير المؤمنين وتحرض الناس عليه. ما عنيت هذا؟ وإن كان تحديث الناس بما يصلح دينهم ويفقههم في أمور دنياهم جريمة، فنعم قد حدثت بهذا الحديث. الوالي غاضبا: خذوه واجلدوه ولا تأخذكم به شفقة ولا رحمة. أمر جعفر بتجريد الإمام من ملابسه وضربه بالسياط، فجذبت يده حتى انخلعت من كتفه، وعذبه عذابا شديدا. فما وهن وما تراجع عن حق قاله ولا كلمة صدق أقر بها. ثار الناس على الوالي وعلى أبي جعفر المنصور لما لحق إمام دار الهجرة من أذى وتعذيب، حتى أمر بإطلاق سراحه، وأرسل الخليفة إليه معتذرا وأخبره بأنه عزل والي المدينة وأنزل به العقاب. فما كان من الإمام إلا أن قال: قد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منك، وقد تخوفت أن أموت فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض أهله النار بسببي. أهلا بكم في السيرة الملهمة لإمام دار الهجرة وفقيهها ومحدثها، حجة الأمة وشيخ الإسلام أبو عبد الله مالك ابن أنس بن مالك رضي الله عنه. مولده ونشأته. هو أبو عبد الله مالك ابن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، ولد سنة 93 للهجرة، ونشأ في بيت كان مشتغلا بعلم الحديث واستطلاع الآثار وأخبار الصحابة وفتاويهم، فحفظ القرآن الكريم في صدر حياته، ثم اتجه إلى حفظ الحديث النبوي وتعلم الفقه الإسلامي. وقد روي أنه لما أخبر والدته عن نيته في طلب العلم ألبسته أحسن الثياب وعممته، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن. وكانت تقول له: اذهب إلى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فتعلم أدبه قبل علمه. طلبه العلم. لازم فقيه المدينة المنورة ابن هرمز 7 سنين يتعلم عنده، كما أخذ عن كثير من غيره من العلماء مثل نافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهري. وقد كان معجبا لابن هرمز متأدبا بأدبه، فيروي عنه قوله: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. ولذلك يقول ابن وهب تلميذ مالك: كان مالك يسأل فيكثر من قوله لا أدري. أمما يروى عن همته في طلب العلم أنه كان يتحين وقت فراغ شيخه ابن شهاب الزهري فيجلس على بابه حتى يسمعه يقول لجاريته:
انظري من في الباب. فنظرت فسمعها تقول: مولاك الأشقر مالك. قال: أدخليه. فدخل فقال له الزهري: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ قال مالك: لا. فسأله الزهري: هل أكلت شيئا؟ قال: لا. قال: اطعم، أي تناول الطعام. فقال مالك: لا حاجة لي فيه. فسأله: فما تريد؟ قال: تحدثني. قال له: هات، أي أخرج ألواحك. فأخرج مالك ألواحه فحدثه الزهري بأربعين حديثا. فقال مالك: زدني. قال الزهري: حسبك، إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ. قال مالك: قد رويتها، أي حافظتها. فأخذ الزهري الألواح من يديه فسمع الأحاديث الأربعين من مالك غيبا. فدهش الزهري وقال: قم، فأنت من أوعية العلم، أي من حفاظه. صبر على طلب العلم وحب الاستزادة منها، وبذل النفس والوقت والوسع فيه، فأكرمه الله وأعلى منازله، وفتح عليه كنوز العلم ومعارفه. جلوسه للإفتاء. جلس الإمام مالك للدرس ورواية الحديث بعد أن تضلع العلم الشرعي واستوثق لنفسه، واطمأن إلى أنه يجب أن يعلم بعد أن تعلم، وأن ينقل للناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعها من الثقات، وأن يفتي ويخرج ويرشد طالبي الفتوى. ولكنه قبل أن يجلس للدرس والإفتاء استشار أهل الصلاح والفضل، وقد قال في ذلك: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس، حتى يشاور أهل الصلاح والفضل، فإن رأوه لذلك أهلا جلس. وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. وقد عرف درسه بالسكينة والوقار واحترام الأحاديث النبوية وإجلالها، وكان يتحرز أن يخطئ في إفتائه، ويكثر من قول لا أدري، ويقول: إنما أنا بشر، أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي. فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. منهجه وفقه. ألف الإمام مالك كتابه الموطأ، وهو أول كتاب جامع للأحاديث النبوية ومبوب على أبواب الفقه، وقد وضع فيه الإمام منهجه في استنباط الأحكام الفقهية. ونرى بعض ملامح هذا المنهج أثناء حديثه عن كتابه، حيث يقول: فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابة والتابعين، ورأيي، وقد تكلمت برأيي وعلى الاجتهاد وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أي المدينة المنورة، ولم أخرج من جملتهم إلى غيره. فقد أبان أنه استند في اجتهاداته واستنباطاته الفقهية على كتاب الله، ثم السنة، ثم قول الصحابة وقول التابعين، والرأي والاجتهاد، ثم عمل أهل المدينة. وقد أثنى أهل العلم على الموطأ ثناء عاطرا، وغدا العمدة لمن بعده في الحديث وفقهه. يقول الشافعي: ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله عز وجل أنفع من موطأ مالك، وإذا جاء الأثر من كتاب مالك فهو الثريا. وقال ابن مهدي: لا أعلم من علم الإسلام بعد القرآن أصح من موطأ مالك. ويقول القاضي عياض: لم يعتن بكتاب من كتب الفقه والحديث اعتناء الناس بالموطأ،
فإن الموافق والمخالف أجمع على تقديمه وتفضيله وروايته وتقديم حديثه وتصحيحه، وقد اعتنى بالكلام على رجاله وحديثه والتصنيف في ذلك عدد كثير من المالكيين وغيرهم من أصحاب الحديث والعربية. ولا يتعجب من ذلك، فقد قضى الإمام مالك السنوات الطوال عاكفا على تأليفه وترتيب أبوابه ومسائله والاعتناء بأحاديثه متنا وسندا، فكان مقابل هذا الدأب والإخلاص ذيوع وانتشار لهذا الكتاب في مشارق الأرض ومغاربها إلى يومنا هذا. محنته. أفتى الإمام مالك رحمه الله بأن يمين المكره لا تلزمه، وذلك عملا بالحديث الموقوف على ابن عباس: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق، وهو صحيح عن ابن عباس. ولم يكن سبب المحنة التحديث بهذا الحديث وحده، ولكن التحديث به وقت الفتن، حيث كثر الخارجون على الدولة العباسية، فاستخدم الثائرون ذلك الحديث ليبرهنوا على أن كثيرا من الناس قد بايع العباسيين مكرهين، ومن ثم تبطل بيعتهم. فأخذه والي المدينة بجريرة هؤلاء، فقبض عليه وواجهه بأمر فتواه، فلم ينكر الإمام مالك، فأمر بتجريده من ملابسه وضربه بالسياط، وجذبت يده حتى انخلعت من كتفه، وعذبه عذابا شديدا. فما كان من الناس إلا أن ثاروا على الوالي وتطاولوا عليه، بل وعلى الخليفة نفسه، خاصة وأن مالكا قد أصيب في هذه المحنة بعجز كبير في ذراعه، بحيث لم يقدر بعدها على رفعها إلا بمساعدة ذراعه الأخرى، وكان يصلي ويداه مسدلتان بسبب هذه الحادثة. ونتيجة لكل هذا أطلق سراح الإمام مالك، وأحس أبو جعفر المنصور بفداحة ما حدث. وحين قدم الحجاز حاج أرسل إلى مالك وبالغ في الاعتذار منه. فقد دخل الإمام مالك على أبي جعفر المنصور فحياه وقال له: والله الذي لا إله إلا هو، ما أردت الذي كان ولا علمته، وإنه لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم، وإني أراك أمانا لهم من عذاب الله، ولقد رفع الله بك عنهم سطوة عظيمة، فإنهم أسرع الناس للفتن، وقد أمرت بعدو الله، يقصد واليه، أن يؤتى به من المدينة إلى العراق، وأمرت بحبسه والمبالغة في امتهانه، ولا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه. فما كان من مالك إلا أن قال له: عفى الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه، فقد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منك. فقال أبو جعفر: عفى الله عنك ووصلك، فلله ضر الإمام مالك، ما أكرم خلقه ودينه، فقد عفى عن من ظلمه وبالغ في إهانته والتنكيل به، بل تسبب له بألم في ذراعه ظل مصاحبا له طوال عمره، فأي نفس كان يحملها رحمه الله، وأي قوة وقدرة على العفو يظهرها. وفاته. توفي الإمام مالك ابن أنس صبيحة الرابع عشر من شهر ربيع الأول
سنة 179 للهجرة في خلافة هارون الرشيد عن 85 عاما، وصلى عليه أمير المدينة يومئذ في موضع الجنائز ودفن بالبقية. فرحم الله الإمام مالكا وجزاه عن الأمة خير الجزاء، وجعل علمه معراجا له في جنات النعيم، وسببا في النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً.